السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. افاد منتدى القوات المسلحة الملكية ان ميليشيات تابعة لجبهة البوليزاريو قامت باطلاق النار باتجاه المواقع التي تتمركز بها عناصر القوات المسلحة الملكية شرق الجدار الرملي الدفاعي. واضافت ذات المصادر ان جنودنا البواسل ردوا على الفور بإطلاق كثيف للنار، مما أدى إلى تدمير آلية عسكرية تابعة للانفصاليين قبل أن يعودوا أدراجهم يجرون أديال الهزيمة. وأكد المصدر أن المناوشات لم تصفر عن أي إصابة في صفوف أفراد قواتنا المسلحة. وأكد المصدر أن المناوشات لم تصفر عن أي إصابة في صفوف أفراد قواتنا المسلحة لكون التحصينات الدفاعية التي يوفرها الجدار الرملي لا تسمح للمرتزقة بالاقتراب